بعد خطاب العرش اللي جاب التذكير بانه يعني خصنا ننزلوا في احسن الظروف، هادشي ديال لا بروتيكسيون سوسيال، والحمد لله اليوم كان اجتماع لانه هذا النظام ديال الاريسي اللي خدام عليه وزارة الداخلية وخدام عليه الحكومة اجماع خصو هو مدخل اساسي باش يمكن يكون هذا الدعم المباشر يعني للمواطنين في واحد العدد ديال المسائل، خصوصا في هذا الشيء ديال يعني الدعم اللي غادي يكون الدراري اللي كيقراو في المستقبل ان شاء الله، وكذلك في لي غاميديست الناس اللي عندهم الغاميد اللي غادي يتحولوا للتغطية الاجتماعية الشاملة بحالهم بحال يعني جميع اللي العمال اللي كيشتغلوا في هاد الميادين. فكانت يعني اجتماع باش نشوفوا المرحلة فين وصلت، وكذلك باش يكون واحد حماس أكثر باش نحاولوا ندخلوا إن شاء الله في لاجوندا كما بغى صاحب جلالة، باش في آخر هاد السنة ندوزوا النظام ديال الغاميدي يدوز لاسيونس مالادي اوبليغاتوار، وكذلك في السنة المقبلة في الأواخر ديال السنة المقبلة يكون هاد الشيء ديال الدعم إن شاء الله المباشر ديال الناس اللي عندهم الدراري كيقراو، وكذلك اليوم 7 مليون، وكذلك 3 مليون ديال الناس اللي ما عندهمش الأولاد ولكن هما في ظرفية صعبة، وهاد اللوتي اللي غادي نشتغلوا به غادي يعاون إن شاء الله باش نشوفوا شكون اللي يحتاج وشكون اللي ما يحتاج.